بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام من المستشفى إلى ضريح الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب عليه السلام ملجأ الناس، فاطمة عليها السلام ملجأ الناس، أهل البيت عليهم السلام ملجأ للناس، وما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليهم. منذ قال الإمام الصادق عليه السلام هذه العبارة والكرامات العلوية والفاطمية لأهل البيت عليهم السلام تتوالى إلى يومنا هذا لكل من تمسك بهم ويأمن باللجوء إليهم. لا يمكن أن تعيش شاهد على حوادث لا مثيل لها إلا أن ترضخ للإرادة الإلهية التي أعطيت لمولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الكرامات الجليلة التي تجعل قلوبنا تتعلق به أكثر وأكثر، وتعرف بأنك على الجادة الصحيحة. الكرامة التي عشناها في هذا الموقف هي لأب قد أصابته الحرقة على طفله الأول الذي رزقه الله تعالى له، وهو يشاهد مولوده يشارف على الموت، وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا ليدرأ عنه ويبعد عنه هذا المصير. الحادثة حدثت مع الأخ ثامر عباس محمد الكعبي والد الطفلة فاطمة، التي أصيبت بمرض مجهول بعد شهر من ولادتها تقريبا. كانت علامات هذا المرض تنذر بأن مصيرها المحتوم هو الموت، وسط عجز الأطباء والاختصاصيين من معرفة هذا الداء فضلا عن إيجاد العلاج له. وصلت مشاعر الآب إلى ذروتها عندما أخذ طفلته فاطمة إلى مستشفى الزهراء في مدينة النجف الأشرف لتدارك نوبة المرض الخطير الذي أصابها. وها هو الطبيب المعالج يعزي الآب بطفلته الوحيدة ويعزيه بأن يرزقه الله تعالى إن شاء الله طفلا آخر غيرها يكون خير عوض عن ابنته فاطمة. لم يتمالك الأب ثامر عباس محمد الكعبي هذا المنظر، وسط بكاء الأم وحرقتها على طفلتها الوحيدة والجديدة التي طالما انتظراها لسنوات عدة، ومن لوعة ما جرى وبعمل لا شعوري أسرع والد فاطمة بأخذ ابنته من المستشفى فورا، متوجها إلى ذلك المكان الذي نحن جميعا نتيقن بأنه الشفاء لنا جميعا فيه. توجه فورا إلى ضريح الإمام علي عليه السلام، ضريح المعجزات والكرامات ورحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة. توجه أبو فاطمة إلى مرقد الإمام علي عليه السلام وهو يحمل ابنته فاطمة، دموع الرجاء تنهمل من عيونه لتسقط على وجنتيه ممزوجة بحرارة اللوعة لهذا المصاب المنذر بفقد عزيز قد انتظر لسنوات طوال. الأم قد خالطها ذلك الشعور المقدس، الشعور بأن تلك فلذة كبدها سوف تغادرها من غير رجعة، فكانا كفرسا رهان يتسابقان إلى الوصول إلى قلب الإمام علي عليه السلام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الولاية التكوينية على جميع المخلوقات. الله سبحانه وتعالى أعطاه أن يقول للشيء كن فيكون، فتغادر الأمراض والعلل فورا من كل بدن يشير عليها أو يشير إليها علي بن أبي طالب عليه السلام. وصلت عائلة الطفلة فاطمة ثامر عباس محمد الكعبي إلى الصحن الحيدري الشريف. أسرع الوالد المفجوع مهرولا
إلى ضريح الإمام علي عليه السلام حاملا ابنته في حضنه وآلامه في صدره، لا يرى سوى الرجاء من شفاء ابنته، يوحد الله تارة، يمجد الله تارة، يؤمن أن خالقه هو الوحيد الكفيل بشفاء ابنته، وبأن الإمام علي عليه السلام خير وسيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى لينال تلك الرحمة الإلهية. وبعد بكاء طويل في ضريح الإمام علي عليه السلام من قبل أبي فاطمة وأم فاطمة، ذهب بعد ذلك إلى مستشفى الزهراء مرة أخرى ليعودوا بالطفلة. وعندما أخذوها وطلب أبو فاطمة من الطبيب الاختصاص والذي كان اسمه فؤاد البهاش من أجل إجراء الفحص الطبي لها مرة أخرى، فوجئ أبو فاطمة برفض الطبيب فؤاد البهاش من فحصها، ولكن أسباب المفاجأة زالت لدى الأب عندما أخبره الطبيب فؤاد البهاش أنه لا حاجة لفحصها، الطفلة أصبحت سليمة 100% معافاة وليس فيها أي مرض يذكر. ما كان من الأب إلا أن ينادي: نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، فكل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. هذا الذكر الذي لطالما يذكره أتباع أهل البيت عليهم السلام ولا يخيبهم الإمام علي عليه السلام أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن نكون من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأن نستغيث به دائما وأبدا إلى الله عز وجل. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.